مساء الفل عليكم، أجمل مساء عليكم جمهور شاشة الصحة والجمال وجمهور برنامج فكرة. وطبعا مش محتاجة تاني أقول لكم، فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة. وحشتوني يا أجمل جمهور في الدنيا، ودايما بتوحشوني. والنهاردة الحلقة بتاعتنا مليانة مفاجآت كتير وفقرات كتير حلوة. عايزة بس في الأول أرحب معانا بمذيع جديد، ولمدة 4 حلقات متتالية هيكون معانا الإعلامي الأستاذ عمرو سمير. اهلا بيك نورتني يا اخويا عمرو، واخو، اهلا بيك وهتنورني على طول. اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله. طبعا عايزة أوضح بس حاجة وأعمل إعلان عندنا على بيج كبيرة جدا، وهي ليها اسمها طبعا، وهي اسمها ماجستك. ماجستك اسم كبير جدا، اكيد كلنا سمعنا عنه في حاجات كتير جدا. بس قبل كده ما اتكلم عن المميزات بتاعتها انا وعمر، عايزه اوضح حاجه مهمه جدا. على فكره يا جماعه، ناس كتير جدا بتاخد الصور بتاعه ماجستك الاصليه وبتعمل عليها، بتحطها على بيدجات كتير جدا على الفيسبوك، بتكون مش اصليه. فاحنا طبعا هنعرض لكم الفيديوهات والصور بتاعتها، هتتعرض دلوقتي عندكم وتليفوناتهم وكل حاجه، عشان تعرفوا ان دي ماجستك الاصليه. هنقول بقى دلوقتي انا وعمر اهم المميزات بتاعه ماجستك. هي طبعا كلها بتتميز بالركن. مين يا عمر ما عندوش ركن في البيت لا، بيحب يقعد كله عليها؟ عنده ركن يعني. بصوا، هو انا كنت لسه بتكلم معاه وبقول له يعني بتنفع كمان في الاماكن الضيقه. يعني بصوا يا جماعه، اي حد مش عنده ليفنج، عايز يعني شويه يقتصد الموضوع، يجيب ركنه ويريح دماغه. طبعا هي بتتفتح سرير، صح ولا لا؟ قول صح. لنا كده يا عمرو بقى شويه خامات مميزات. الركنة عندنا، خامات الركنة والكنب، أول حاجة الميكانيزم تركي، والخشب زان أبيض، والقماش تليجرام تركي، الاسفنج، والأسفنج كثافة 28 مضغوط. وعندنا كمان الرجل بتاعته اكليريك، صح؟ أيوه. وكمان الارجل بتاعته يا جماعه، طبعا هي هتتعرض عندكم اكيد في الشاشه وبتشوفوا كل حاجه. عندنا الارجل معالجه ضد الخدش وضد الاسطح والارضيات، يعني بصوا اي حاجه يعني مهما عملتوا فيها. وضد الكسر كمان يعني. لا مش للدرجه دي يا عم، مش للدرجه دي. وكمان فيها عندكم ضمان 5 سنين. 5 سنين طبعا كتير جدا. وعندكم كمان ان هي في توصيل لكل المحافظات. والضمان يا جماعة بقى 5 سنين عندنا، يعني مش سنة ولا اتنين، لا الضمان عندهم في شركة ماجستيك الضمان 5 سنين. طيب الكنبة عندنا كثافة عالية جدا، في كنبة كبيرة جدا عندنا، بيكون السعر بيكون 1600 جنيه، ومعاها 2 خدادية، ومعاها بوف كبير جدا هدية. وايه تاني عندك الركنة التانية؟ عندها في ركنه اسمها فينوس عندنا بكل الوانها، عندنا ملونه طبعا هتظهر برضو عندكم في الصور، عندنا الالوان بتاعتها والمقاسات. تمام، الالوان وجميع كلها ألوانها متاحة في الوضع. صح، والمقاسات كمان بنعملها على فكره. الارقام بتاعتهم كمان على الشاشه. بص، هي موجوده عندكم كل المقاسات، بس الركنه دي هي تقريبا متوسطه سعرها ب 2800، ومعاها بقى 4 خداديات و2 بوف هديه او ترابيزه. في ايه تاني؟ الفينوس الفينوس الدبل ب 400، معاها 6 خدادية وباف هدية. طيب عندنا كمان، عايزه اقول لك ان هو احنا هم مش بيبيعوا يا جماعه مجرد منتجات وخلاص او اي حاجه، هي شركه اونلاين وشركه مشهوره اكيد انتوا عارفين، وشغاله على فكره اهم حاجه الشغل القانوني، وانتوا عارفين ان ده اهم حاجه في اي شغل. يعني احنا كله في السليم وبنعلن عن السليم. والاهم من كده بقى يا استاذه مروه، ان الضمان 5 سنين انت عندنا. برضو كل الضمان شويه خمس بتعيد لهم سنين الضمان 5 سنين. يا الضمان جماعه 5 سنين خمس مش سنين سنة ولا عندنا اتنين. الضمان. عندنا الضمان برضو فعلا 5 سنين، وده طبعا عشان نكون واثقين من المنتجات بتاعتنا. جربوا يا جماعه ماجستك ومش هتندموا. اي عريس عايز يدخل، اي عروسه عايزه تدخل، وعندكم ازمه كده في موضوع الليفنج ده، اشتروا ماجستك. واستنونا فاصل وهنقعد لكم بسرعه.